رجعنا لكم مع ألف ليلة سورية وليلة سوريالية. أهل التل خافوا كتير وتوتروا وما عاد يعرفوا كيف بدهم يتدبروا، حاصوا كتير ولاصوا وقرروا يجتمعوا مع المختار يلي حاكم هالتل من زمان ونازل بهالعالم مثل المنشار، ضرايب وفوائد على المزارع وعلى كل عرق أخضر بالأرض طالع. اجتمعوا أهل الضيعة بمضافة مدير المدرسة يونس كوساي باعتباره المثقف الوحيد بالضيعة، بلكي بلاقي لهم حل هالرواية. وقال له واحد من رجال الضيعة: لك يا أستاذ يونس، أنت رضيان باللي عم يصير؟ الله وكيلك، وكيل السماء والأرض، إنه تدينت لقدرت حفرت هالبير. لك نشفت إيدي وإيدين أولادي لحتى نزرع الأرض موسم هالفاصولية، وأنا وأهل الضيعة مثل العادة عم نتسابق لحتى نشوف مين بده ياخد الأولية. لك شو ما عم تسمع يا أستاذنا بالليل هالأصوات؟ دبرنا يستر عرضك، الخنازير أكلوا أرزاقنا ورح يخلونا مثل الأموات. إيه والله يا أبو مستو، عم أسمع كل الأصوات وكل يوم بمشي بين البساتين وعم شوف كل الشوفات. يعني قبل مشكلة الخنازير نحن كان عنا مشاكل كتير، بلدنا ضعيف وقليل حيلة وما له حلة ولا تدبير. انتو الله يصلحكن ما عملتوا شي لتطوروا هالبلد. لك كل يوم بعمل مشكلة معكن لأنكن عم تبطلوا ولادكن من المدرسة. الله يرضى عليك استاذ، لا تخلينا نندم انه اجينا لعندك. يعني انت فيك تحط ولادك وين ما بدك، انت موظف ميري وراتبك بيسندك، بقى لا تبيعنا نصايح ومواعظ. الله يرضى عليك، قوم اخي قوموا، طلبنا مو هون، قوموا يا شباب قوموا. يطول بالك ابو مستو، خدنا بحلمك، ليش هيك عم تحاكيني كاني مرابع عندك او شي واحد من زلمك؟ قلبي محروق يا استاذ يونس من هالقضيه، دخيلك لا تواخذني. الخنازير مبارح ما خلوا لي عرق فاصوليه، الله وكيلك حاسس ربح نار صايبني. خلص يا رجال، ان شاء الله بكره بروح لعند المختار لنلاقي صرفه لهالمساله، وان شاء الله راح يلاقي لنا حل يخلصنا من كل هالبهدله. بس اسمعوا مني وخلونا نجهز عريضة للمطالب، يلي بده يروح معنا بده يكون فهمان، ومو مشكلة لو كان تلميذ بالمدرسة أو طالب، المهم يكون فهمان مطالبنا المحقة وعيان مشاكل ضيعتنا. وأرجوكن يلي بتحسوه فهموا على قده لا تجيبوا معنا ولا تفوتوا فوتتنا. وطلع الضوء على هالضيعة التعبانة وتجمعوا أهله والكل ما راح على شغله، وحتى البياع سكر الدكانة. وبالطريق قرروا يكون الأستاذ يونس كوساية المتحدث باسم الوفد، لأنه ما في غيره مثقف وواعي، وأكيد بعد ما يقول مطالبهم ما رح ينال أي رفض. دخلوا على المخترة لقوا المختار واقف بالمضافة منتظر وصولهم، واستغربوا كتير وما عرفوا كيف دري بخبر قدومهم. وبمجرد الوصول صار في دربكة وفوضى، والكل صار بده يتفلسف ويحكي. قام المختار رفع إيده وأمر العالم بالسكوت. سكتت الناس وخافت من المختار ونسيت بلويها، وتذكرت انه يلي بيجادل كتير ممكن ينضرب او يموت. صفن المختار بالشعب وبرم شواربه، والشعب ساكت وكأنه سهم الخرس صايبه. تنحنح المختار وقال: خلاص شو بكون؟ شو هالضوجة هاي؟ ان شاء الله مفكرين حالكن بسيران على عين المي، مو على اساس مشكلين وفد ورئيس وفد لحتى يحكي؟ شو بكون؟ لسه الشاب فيكن عم يشكي والكبير عم يبكي، مين رئيس الوفد؟ أنا يا مختار. إيه الله حيو بأستاذنا يونس أفندي، صلك زمان ما زرتني ولا إجيت لعندي، وينك يا رجل؟ أهلين يا مختار، بس دخلك شو عرفك إنه نحن مشكلين وفد؟ لحتى تعرف إنه نحن واصلين وما بيخفى شي عنا. يلا هات لشوف يا رئيس الوفد، شو في عندك سمعنا. رح فوت الموضوع بسرعة مشان ما أخذ من وقتك. بلدنا يا مختار يلي كان بلد أخضر ونظيف صار وضعه خطير، وإذا بدنا نضل ساكتين رح يصير حظيرة خنازير. شو هالحكي يا يونس؟ كلامك مردود عليك ومو مقبول، أنت يبدو كبرت بالعمر ولازمك تقاعد لأنك عم تحكي كأنك شي خرفان أو مخبول. إن شاء الله صدقت حالك أنك رئيس وفد وجاي ولابس لي طقم بني. شو جاي تعلمني شغلي يا حبيبي؟ أنا مختار الضيعة، ولما كنت حل مشاكلها كنت جنابك عم تفصفص بزر وعن نبعة عم تغني. ليش هيك عم تحاكيني يا مختار؟ لك نحن اجين لعندك مش خلص بقى حاجة تتجائر، ما بدك تفهم القصة ولا بدك تضل تنط بوشي وتخبس بالفصة؟ لك نحن ضيعة إلها كتير كتير تركيبة خاصة، وفسيفسائتها عاملت لنا شوية مشاكل، مو بس بالخارج لا وحياة عينك وكمان بالداخل. لذلك لازم نتحد ونكون إيد وحدة ونعرف شو بدنا نعمل وبأقصى سرعة، يا أما بلدنا رح تروح من بين إيدينا
والله وكيلكم يا رجال بدها تصير ترعى، وبناء عليه قدمت لمجلس شيوخ الضيعة مجموعة مقترحات أهمها ما يلي: قانون طوارئ يحمي مواطننا الحبيب لحتى يرتاح وهمه ينجلي، إنشاء لجان شعبية بمساندة من جيراننا أهل تل الفرفور لحتى يدافعوا عن ضيعتنا الحلوة على الفور. شو هاد؟ وشو دخل أهل تل الفرفور بقصتنا؟ البلد فيها رجال بيقدروا لحالهم يخلصونا من ورطتنا. لك رجعت تنط بوشي وتعلك علاك فاضي؟ لك طول عمري بحل مشاكل الضيعة وبعمره ما طلع حدا من عندي إلا راضي، بقى جاي هلأ أنت يا اختيار الجن بدك تنصب نفسك قاضي؟ ايه بس هي مو قصة جواز أو طلاق أو اتنين مختلفين على نص ساعة مي من النبعة، هي قصة بلد، وإذا ما منعرف نتصرف رح نفوت فوتات مالنا فيها وما عاد نخلص من هالسرعة. لك يا يونس يا يونس، نحن وجماعة تل الفرفور أهل، شو نسيت؟ هن ضيعة كبيرة كتير وواسعة، ونحن ضيعتنا يا دوبها قد علبة الكبريت، وبعدين طول عمرهم بيدعمونا وبيسندونا وفي بيننا وحدة مسار ومصير، وطول عمرنا أنا ومختارهم نتمنى نتوحد لولا كم واحد بضيعتنا متنحين مثل الحمير. وبعدين دخيلك نحن شو خسرانين؟ مو أحسننا ما نوسخ إيدينا بدم الخنازير؟ خلي ولادنا وشبابنا ناعمين وحلوين، إن شاء الله بيسلموا لي وهن عم يتمشوا الصبح مثل العصافير. إيه بس يا مختار، هي قصة بلد. لك يا يونس يا يونس، أنت شو مدخلك بالشغلة؟ أنت ما بتفهم فيها، خليك بمدرستك يا ابني يا ابني. أنت يا خيار الجن من برا ما من برا ما مضيعنا، هاي المدرسة خلص روح علم علم الأولاد. هذا ما بيصير يا مختار، هي بلدنا. خصوصي وطلع لك مصاري، شو دخلك بالسياسة؟ أنت ما عندك بالأصل فراسة لتدخل بالسياسة. أولو كتب لك تثقفوا لك تفهموا، هذا تدخل خارجي. أنت وين رايحين؟ لوين أخذنا يا مختار؟ عم تسمعوا ألف ليلة سورية وليلة سوريالية على راديو سوريالية.